نروح بقى لبيترو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي طبعا زي ما حضراتكم عارفين منح اللعيبه راحه سلبيه من التدريبات لمده 48 ساعه بعد الفوز على الوداد المغربي وطبعا التاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا للمره ال13. الاهلي زي ما حضراتكم عارفين صعد للمباراه النهائيه بعد ما اقصى الوداد في نص النهائي بنتيجه مواجهه الذهاب والاياب 5-1. ردود افعال كتير جدا على فوز النادي الاهلي، ومنها الحقيقه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اللي هنأ النادي الأهلي بالتأهل لدور نهائي في دوري أبطال إفريقيا بعد ما فاز على الوداد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-1. والحقيقة يمكن كانت مواجهة مع العيار الثقيل في نصف النهائي، ويمكن على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كان في تغريدة الحقيقة للاتحاد الدولي هنأ فيها النادي الأهلي وجماهيره بالتأهل لنهائي البطولة الإفريقية. حساب الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف على تويتر اختار المالي اليو ديانج لاعب الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي افضل لاعب في مباراه الوداد المغربي واللي كانت طبعا امبارح في اياب نصف النهائي. حقيقه يمكن ديانج زي ما قلنا كده بقى وتد في خط وسط النادي الاهلي وواحد من اسرار تفوقه، ويمكن اشادتنا بيه مش بس مرتبطه بالماتش الاخير، لكن الحقيقه ديانج يمكن من اللعيبه اللي عندها ثبات عالي جدا في المستوى في كل الماتشات اللي شارك فيها مع النادي الاهلي، ومن اللعيبه اللي طورت يا احمد تحت قياده موسيماني برضو نقدر نقول كده، وواضح اعتماد موسيماني عليه بشكل كبير. هو انت عارفه يعني انا بس عشان ما نقعدش نتكلم على كل لعيب باسمه، انا اكتر حاجه مفرحاني في الفتره الاخيره مع موسيماني ان تحسي انه الفرقه بقت هي النجم. صح، يعني تحسي ان الفرقه ككل كباكج واحد على بعضه في حاله تالق وحاله انسجام وحاله الكوره زي ما بتاخد نتيجه ايجابيه وحاله ترابط، يعني صح. الفرقه كلها الحقيقه بقت نجم واحد، وهي دي او ده جزء كبير جدا من شخصيه النادي الاهلي اللي احنا تعودنا عليها وسبب رئيسي في نجاح النادي الاهلي في حصد والبطولات ايا كانت. الحقيقه يمكن خليني اقول لحضراتكم انه فوز النادي الاهلي رفع عدد الاهداف اللي سجلها، وده واحد من اهم الارقام القياسيه لتحقيق السيزون ده. سيزون صعب جدا واستثنائي جدا، وكان فيه عدد كبير جدا من الصعوبات والمطبات. الاهلي لغايه اللحظه دي يعني بعد ما تجاوزنا الوداد بنتيجه 5-1، الاهلي لغايه اللحظه دي سجل في البطوله 34 هدف في بطوله دوري الابطال، عشان يكون اكتر فريق قدر ان هو يسجل اهداف في نسخه واحده من بطوله دوري الابطال على مدار تاريخ البطوله واللي ابتدت من ستينيات القرن الماضي. الاهلي حطم واحد من الارقام القياسيه، والرقم القياسي اللي قبلنا او اللي كان مسجل قبل ما الاهلي يكسره كان برقم 31 هدف، وده كان فيه عدد كبير جدا من الفرق الافريقيه قدرت توصل له انها في سيزون واحد في دوري ابطال واحد تجيب 31 جون، اخرهم سان داونز بطل جنوب افريقيا اللي قدر يحقق الرقم ده في نفس النسخه الحاليه. اهداف الاهلي في النسخه اللي وصلنا فيها الحمد لله للنهائي يمكن بداها الاهلي بمشوار تهديفي في الدور التمهيدي قبل ما ندخل طبعا على المجموعات، دخل حوالي 9 تجوال في شباك اطلع بره بطل جنوب السودان، واربع اهداف كمان كانوا في مباراه العوده. دور ال 32 على حساب كانو سبورت الغيني شباكه استقبلت نصف دستة اهداف من النادي الاهلي، ونجح الفريق كمان في دوري في دور المجموعات انه يسجل 7 اهداف منهم 3 في شباك بلاتينيوم الزيمبابوي و3 في شباك الهلال السوداني، وهدف واحد طبعا قدرنا ان احنا نسجله في شباك النجم الساحلي التونسي في مباراه العوده هنا في مصر. جينا بقى لدور ربع النهائي كان في الحقيقه مواجهه مع سان داونز، قدرنا ان احنا نسجل في سان داونز هدفين هنا في مصر، وقدرنا نتعادل معاه 1-1، وبالتالي سجلنا 3 اهداف في سان داونز. وفي مباراه او مواجهه قبل النهائي قدرنا ان احنا نزور شباك الوداد 5 مناسبات عشان يوصل اجمالي اهداف النادي الاهلي 34 هدف ويحقق رقم قياسي جديد. طيب عايزين برضو نطمن حضراتكم ان الجهاز الفني الاهلي اكد ان محمد الشناوي مش بيعاني من اي مشكله ممكن تخليه ما يشاركش في المباريات اللي جايه طبعا مع فريق النادي الاهلي، سواء كانت طبعا على المستوى الافريقي او المستوى المحلي. واوضح الجهاز الفني ان خروج الشناوي من مباراه الوداد المغربي جه لوجهه نظر فنيه علشان بس يرتاح بعد ما ضمن الفريق بنسبه كبيره التاهل للنهائي الافريقي المرتقب. وقال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق ان الشناوي مش بيعاني من اي اصابات، ووضح ان طبعا الشناوي جاهز لاي مباراة لو الجهاز الفني طبعا عايز يدفع بيه، ووضح ان التغيير زي ما قلت لحضراتكم كان مجرد تغيير فني. طبعا يعني كلامنا عن الشناوي الحقيقة
انا يعني اتكلمنا عليه كتير جدا، والسيزون ده اعتقد انه بالنسبه للشناوي نفسه موسم استثنائي، ووجوده معانا في مباراه النهائي ان شاء الله باذن الله. احنا كده فاضل لنا طلائع الجيش المباراه الاخيره في مشوار الدوري، والمفترض ان الاهلي ان شاء الله هو هيكون ان شاء الله هيكون اسبوع تتويج. انا يعني الاهلي هيستلم درع بطوله الدوري العام في اخر مباراه لي طلائع الجيش، وبعد كده ان شاء الله يبقى متبقينا في بطوله دوري ابطال افريقيا مباراه النهائي، في انتظار طبعا الفائز من الزمالك والرجاء المغربي.